بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة أولى إعدادي. نستأنف مع ما تبقى من لو فوكابيلير دو ليماج. كما لو نتكلم عن مصطلحات صورة. إذن أولا نذكر بما جاء في الصفحة رقم 60 لو ديبي دو ليستوار، بداية القصة. 500 أبور دان بالون، 500 أبور دان بالون، خمسة رجال على متن بالون سيرجي أن أوراغون، ثم حصل إعصار. نتحدث هنا عن لو فيرب سيرجير. لو فيرب سيرجير veut dire se montrer en s'élevant. Se montrer en s'élevant. Se montrer en s'élevant. يعني شيء ما يظهر ولكن يصعد. يعني شيء حاجة تتبان لك وهي سيرة تطلع. إذا المقصود بفعل سيرجير se montrer en s'élevant. يعني أنه يظهر، كما نقول هنا يظهر نفسه. المقصود أنه يظهر. Se montrer en s'élevant. Ou bien apparaître brusquement. يعني أنه يظهر فجأة. في حالتنا نتكلم عن إعصار ظهر فجأة أو حدث فجأة. إذا نتكلم عن سيرجي أن أوراغون، نتكلم هنا عن أن أوراغون أ سيرجي. يعني أن إعصارا ظهر أو حدث فجأة. إذا ممكن أننا نقلب الفعل هنا. فنقول سيرجي أن أوراغون. كما نقول نحن ظهر إعصار. La nacelle tombe à l'eau, le vent pousse. إذا la nacelle tombe à l'eau. إذا هاد la nacelle تسقط في الماء. كلمة nacelle تعني petit bateau. Kina nima, ni voile. Kina nima, ni voile. Kina الذي ليس له نيمة. لو ما المقصود به هو الساري. يعني ذلك العمود الذي ترتبط به الأشرعة. طبعا نتكلم عن السفن الشراعية. إذن هاد العمود يسمى لوما. إذن نتكلم هنا عن بتي باتو كيناني ما نفوال. إذن نتكلم عن سفينة صغيرة كما نقول التي ليس لها لا عمود ولا أشرعة. مثلا كما نرى في الصورة ما أنبوا دان باتو. إذن نتكلم عن عمود من الخشب لسفينة. نتحدث عن سفينة شراعية. إذن تأخذ بها الأشرعة. السفن الشراعية لا تتحرك إلا من خلال هد الأشرعة التي يدفعها الريح. إذا الناسال المقصود بها بوتي باتو. إذا الناسال المقصود بها بوتي باتو كينا نيما نيفوال. كينا نيما نيفوال الذي ليس له لا عمود ولا شراع. نقول مثلا il passe la rivière dans une nacelle. يعني هو يعبر النهر في سفينة صغيرة. مثلا il passe la rivière dans une nacelle. يعني أنه يعبر النهر في قارب صغير. إذا نتكلم هنا بمعنى آخر عن قارب صغير. إذا il passe la rivière dans une nacelle. إذا كما قلنا le début de l'histoire 500 à bord d'un ballon surgit un ouragan la nacelle tombe à l'eau. كلمة nacelle التي كما نقول قارب صغير أو سفينة صغيرة ممكن أن تأتي بمعاني أخرى تقريبا مشابهة. مثلا في الصورة الموالية هذه سيتون ناسيل. إذن كما نقول بأنها قارب صغير لكنه خاص بالأطفال. ولا سيتون ناسيل بيبي. سيتون ناسيل بور بيبي. كما نتكلم عن قارب خاص بالأطفال الصغار. إذن نقول مثلا ناسيل بور بيبي لجير اي كونفورتابل. اذا نتكلم عن قارب للرضع خفيف ثم انه مريح. خفيف ومريح. ناسيل بور بيبي لاجير اي كونفورتابل. ناسيل بور بيبي لاجير اي كونفورتابل. اذا كما نتكلم عن قارب للرضع خفيف ومريح. ايضا هذه تسمى ناسيل ترافاي اون اوتو. يعني العمل في العلو. تنتكلم عن العمل التي تعمل في العلو. طبعا نتكلم هنا عن العمل في الارتفاعات. يعني أن الإنسان يعمل في مكان مرتفع. إذا تخافاي اون اوتور. تخافاي اون اوتور العمل في الارتفاع. لي بانتخ الصباغون. لي بانتخ اون باتيمون فافوريز لا ناسال. لي بانتخ يعني الصباغون أو الدهانون. En bâtiment, يعني في البنايات favorise
سي لو فيرب فافوريزي، فافوريز يعني انهم يفضلون. سي لو فيرب فافوريزي، فافوريز لا ناسيل يعني انهم يفضلون هذه المركبه الصغيره. اذا ترافاي اون اوتور لي بينتر اون باتيمون فافوريز لا ناسيل. اذا بالنسبه للاعمال في العلو الصباغون او الدهانون فالبنايات صباغي البنايات يفضلون المركبه بدل السلم مثلا. ترافاي اون اوتور لي بينتر اون باتيمون فافوريز لا ناسيل. طبعا في حكايتنا لا ناسيل اي لو بانيي فيكسي سولير وسطا دون لوكيل بخين بلاس لي زيرونوت. اذا لا ناسيل اي لو بانيي، اذا نتكلم عن لا ناسيل هي تلك السله فيكسي المعلقه او المثبته سولير وسطا تحت المنطاد دون لوكيل بخين بلاس التي فيها ياخذ مكانا لزيرونوت. لزيرونوت يعني الاشخاص الذين يركبون المنطاد. اذا نتكلم عن تلك السله المثبته تحت المنطاد والتي ياخذ فيها مكانا الاشخاص الذين يركبون المنطاد. لا ناسيل اي لو باني فيكسي سولي اوستا دون لوكيل بخين بلاس لزيرونوت. لزيرونوت اذا كما قلنا ديبي دو ليستوار، ديبي دو ليستوار. Cinq hommes sont à bord d'un ballon, surgit un ouragan, la nacelle tombe alors. Début de l'histoire, cinq hommes sont à bord d'un ballon, cinq hommes sont à bord d'un ballon, surgit un ouragan, la nacelle tombe alors. Eden, la nacelle tombe alors. Eden, هذه المركبة الصغيرة تسقط في الماء. Le vent pousse la nacelle. الريح يدفع هذه المركبة sur une côte. إذن يدفع هذه المركبة إلى شاطئ، كما لا نقول هنا على شاطئ. لو فون بوس لا ناسيل سيغ اون كوت، الريح يدفع هاد القارب أو هاد السلة الصغيرة التي كانت معلقة تحت البالون، يدفع أين؟ سيغ اون كوت، سيغ اون كوت، يدفعها فوق الشاطئ. أن نوم أبلي سميد، رجل اسمه سميد أ ديسباغي، يعني أنه اختفى. أنه اختفى. عندنا لو فيغ ديسباغيتر. ديسباغيتر اختفى. سيزامي بارت أسا روشيرش. سيزامي بارت أسا روشيرش. أصدقاءه ذهبوا في بحثه. المقصود أنهم ذهبوا في البحث عليه. سيزامي بارت أسا روشيرش. أصدقاءه ذهبوا في البحث عليه. سويت دو ليستوار. تابع القصة. ثم تابع القصة. كما نقول بقية القصة هنا. Suite de l'histoire, d'après le récit, les quatre amis marchent longtemps le long de la côte. Les quatre amis, الأصدقاء الأربعة, marchent longtemps. يعني أنهم تمشوا طويلا le long de la côte. على طول الشاطئ. Finalement, وفي النهاية, finalement, في النهاية, ils retrouvent Smid. يعني أنهم وجدوا Smid. Inconscient. يعني غير واعي. Inconscient. يعني فاقد للوعي. هنا كما لو نقول بانه غير واعي. انكونسيون. لا كونسيونس يعني الوعي. كونسيون يعني انه واعي مدرك لحاله. هنا انه غير مدرك لنفسه. اذا انكونسيون يعني انه غير واعي. وجدوه غير واعي. مي فيفون. مي فيفون ولكن حي. نتكلم على لو فيرب فيفر يعني عاش. هنا فيفون يعني انه عيش. يعني انه حي. Sur un rocher, sur un rocher, فوق صخرة, où l'a déposé, où l'a déposé, حيث وضعته, أو حيث وضعه. طبعا عندنا هنا حيث وضعته, على حساب سياق الجملة. Une grosse vague, حيث وضعته موجة كبيرة, حيث وضعته موجة كبيرة. Mais vivant, sur un rocher, où l'a déposé, une grosse vague. حيث وضعته موجة كبيرة. إذن هذه خلاصة قصتنا. إذن كما قلنا لو ديبي دو ليستوار سانك هوم سون أبور دان بالون سيرجي أن أوراغون لا ناسيل تومب ألو لو فون بوس لا ناسيل سور أون كوت أن نوم أبلي سميد أ ديسباري سيزامي بارت أسا روشيرش. سويت دو ليستوار لي كاتر أمي مارش لونتون
le long de la côte. Finalement, il retrouve Smith, inconscient mais vivant, sur un rocher où l'a déposé une grosse vague. Où l'a déposé une grosse vague. Nous reprenons à nouveau la planche, page 60, et je vous demande d'indiquer les plans retenus pour les vignettes numéro 3 et 4. Quels sont les plans retenus pour les vignettes numéro 3 et 4? Quels sont les plans retenus pour les vignettes numéro 3 et 4? La réponse est le plan retenu pour la vignette numéro 3, c'est le plan général. Pour la vignette numéro 4, c'est le plan moyen. Ensuite, je vous demande de dire quel point de vue a été choisi pour la vignette 5. Ensuite, je vous demande de dire quel point de vue a été choisi pour la vignette 5. Alors, quel point de vue a été choisi pour la vignette 5? إذن أي زاوية رؤية اختيرت للصورة 5؟ إذن le point de vue choisi pour la vignette 5 c'est la plongée. C'est la plongée. Nous lisons les vignettes de la page 61. فلنقرأ صور الصفحة رقم 61. إذن عندنا في الأعلى كما نرى على اليسار l'enveloppe souffrait d'une déchirure. Et le ballon commença à chuter. L'enveloppe souffrait d'une déchirure. Et le ballon commença à chuter. L'enveloppe souffrait d'une déchirure. Et le ballon commença à chuter. L'enveloppe souffrait. C'est le verbe souffrir. Le verbe souffrir. المقصود به عانى. شخص يعاني من الألم مثلا. هنا l'enveloppe. طبعا l'enveloppe يعني هو هاد الغلاف. هو هذا الغلاف الذي يحتوي هاد الريح. إذن لونفولوب سوفخي. إذن هاد الغلاف بمعنى آخر هاد الكرة سوفخي. المقصود بمعنى آخر هاد البالون يعاني دون ديشيغيغ يعني أنه يعاني من تمزق. نتكلم مثلا على لو فيرب ديشيغي. لو فيرب ديشيغي المقصود به فعل مزقة. تمزق يسمى ديشيغيغ. إذن لونفولوب سوفخي البالون يعاني. عندنا هنا لونفولوب نتكلم مثلا عن لونفولوب دون لاتر نتكلم عن غلاف رسالة. لونفولوب دون لاتر إذن نتكلم عن غلاف رسالة. إذن هنا عندنا لونفولوب المقصود به هذا الغلاف الذي يكون البالون. لونفولوب سوفخي يعني أن الغلاف المقصود البالون سوفخي يعني أنه يعاني دون ديشيغيغ يعني أنه يعاني من تمزق. إي لو بالون كومونسا أشوتي والبالون بدأ يسقط. نتكلم مثلا عن باراشوت. نتكلم مثلا عن باراشوت كما لو نتكلم عن مانعة السقوط. إذن لو بالون كومونسا أشوتي والبالون بدأ يسقط. كما تنشوفو توتي الجوتي توتي الجوتي. هل كل شيء رمي؟ عندنا لو فيرب جوتي. جوتي يعني رمى. عندنا هنا اسكو توتيتي جوتي. توتيتي جوتي. هل كل شيء رمي؟ المقصود هل كل شيء تم رميه؟ ثم يجيبه شخص نو إليا أنكور دولار. نو إليا أنكور دولار. لا يزال هناك ذهب. لا يزال هناك ذهب. المقصود لا يزال هناك ذهب معنا هنا لم نرميه بعد. ثم يجيبه شخص ألمار ألمار إلى البحر إلى البحر. ارمي هذا إلى البحر ألمار ألمار. إذن يقول له ألمار ألمار. كما لو يقول له ارمي كل شيء إلى البحر. ثم يجيبه شخص لو بالون نو تاردغا با أغوتومبي إي إل نيا بلو غيان أجوتي. لو بالون نو تاردغا با. لو بالون نو تاردغا با يعني أن البالون لن يتأخر. أغوتومبي في السقوط. البالون بهاد التمزق لن يتأخر في السقوط. إل نيا بلو غيان أجوتي ولم يعد هناك ما يرمى. إل نيا بلو غيان أجوتي ولم يعد هناك ما يرمى. المقصود أننا رمينا كل شيء موجود بهاد لاناسيل. فيجيب شخص سي لاناسيل
سي لنا سهل. بلى هناك القارب. سي لنا سهل. بلى هناك هذا القارب الصغير. فيقول كوبون لي كورد. كوبون لي كورد. فلنقطع الحبال. فلنقطع الحبال. علينا أن نقطع الحبال. أكروشونو أو فيلي. أكروشونو أو فيلي. ولنتعلق بالشباك. ولنتعلق بالشباك. إذا هنا عندنا الغرب أكروشي ولكن في الأمر. يعني أن الشخص الذي يعطي الأمر يعطي هذا الأمر للأشخاص الذين معه ولنفسه أيضا. إذا يقول أكروشونو أو فيلي. فلنتعلق فلنتشبت بالشباك. يعني فلنأخذ جميعنا بالشباك. إذا أولا كوبون لي كورد فلنقطع الحبال. أكروشونو أو فيلي. ولنتعلق ولنتشبت بالشباك. طبعا سيتم تقطع الحبال لأن هذا الإعصار يؤثر بشكل كبير على البالون ومن خلاله على هذا لناصيل. عند قطع الخيوط لن يبقى تأثير الإعصار كبيرا على هذا لناصيل. ثم هناك هذا التعليق سوبغيطال ديليستاج في فيغ الانفلوب ان بون دون لو سييل. سوبغيطال ديليستاج في فيغ الانفلوب ان بون دون لو سييل. اولا كلمه بغيطال تتعني ميشون كريال او تتعني اناتوندي. اولا ميشون كريال اذا نتكلم عن شيء شرس. ثم اناتوندي يعني انه غير متوقع. ايفينمون بغيطال نتكلم عن حدث غير متوقع. نقول عنه ايفينمون بغيطال. اذا نتكلم عن حدث غير متوقع او كما قلنا ميشون أو كريال. إذن أنه شرس بمعنى آخر. طبعا المعنيين بجوجهم متضمنين فد القصة. ثم عندنا كلمة ديليستاج. ديليستاج هاد كلمة ديليستاج عندها ثلاثة المعاني تقريبا. هاد المعاني كلها متقاربة. إذا نتكلم عن ديليستاج سينيفي دون لو دومين دي ترانسبور. يعني كلمة ديليستاج تتعني في مجال النقل ولكن مجال النقل الجوي المقصود بها suspension provisoire de certains vols. Délestage signifie dans le domaine du transport suspension provisoire de certains vols. إذا نتكلم عن تعليق مؤقت لبعض الرحلات. إذا كمان نتكلم عن تعليق مؤقت لبعض الرحلات. نتكلم عن بعض الرحلات الطيران. إذا هذا المعنى الأول لكلمات délestage. المعنى الثاني Le deuxième sens, délestage désigne dans le domaine du transport le fait de dévier un flux de circulation dans le but de désencombrer les voies. Le deuxième sens, délestage désigne dans le domaine du transport أنها تعني في مجال النقل ولكن هذه المرة في مجال النقل الطرقي. Le fait de dévier يعني عملية تغيير اتجاه. Le fait de dévier un flux de circulation dans le but de désencombrer les voies. Dans le but de désencombrer les voies. بهدف إخلاء الطرقات. إذن طبعا تتوقع شي حاجة في الطريق ولكي نزيح هذا الشيء الموجود في الطريق والذي يعيق السير. طبعا نحن نغير اتجاه السير في منحى آخر ريتما نخلي الطريق. إذن هذا يسمى أيضا ديليستاج. إذن ديليستاج dans ce sens désigne dans le domaine du transport le fait de dévier يعني عملية تغيير اتجاه. dévier quoi un flux de circulation. إذن dévier يعني تغيير اتجاه ماذا un flux de circulation. كما نقول تيار السير. تيار السير نتكلم عن حركة السير. dans le but de désencombrer les voies. dans le but de désencombrer les voies. بهدف إخلاء الطريق. إذن هذا يسمى أيضا ديليستاج. pour le troisième sens بالنسبة للمعنى الثالث ديليستاج ديزين dans le domaine de l'électricité le fait de supprimer momentanément la fourniture de courant électrique dans un secteur du réseau. إذن ديليستاج ديزين dans le domaine de l'électricité. ديليستاج dans le domaine de l'électricité
désigne le fait de supprimer momentanément la fourniture de courant électrique dans un secteur du réseau. دلستاج في مجال الكهرباء أن تعني قطع مؤقت للتزويد بالكهرباء في قطاع شبكة كهربائية في قطاع شبكة الكهرباء. دلستاج ديزين dans le domaine de l'électricité le fait de supprimer momentanément la fourniture de courant électrique dans un secteur du réseau. كلمة دلستاج تعني تعليق رحلة طيران أو تغيير اتجاه حركة سيرما أو أنها تعني تعليق تزويد بالكهرباء في قطاع ما. إذا نتكلم عن ديليستاج، طبعا كلمة ديليستاج في قصتنا تعني تعليق رحلة الطيران أو قطع هذه الرحلة بمعنى آخر. إذا سوبغيطال ديليستاج، إذا كما نتكلم عن قطع الرحلة المفاجئ فيفاغ فيفاغ. هذه كلمة فيفاغ كما نقول بأنها تعمل على جعل تعمل على جعل. إذا نأخذ المثال التالي مثلا صوفي مفيفا صوفي مفيفا لا كور لا بلو سبيكتاكولير دو ما كارير صوفي مفيفا لا كور لا بلو سبيكتاكولير دو ما كارير. إذا هذه الحقيقة أو هذا الأمر جعلني أفعل العلاج الأكثر إثارة في حياتي المهنية أو في مهنتي. صوفي ما في فار لا كور لا بلو سبيكتاكولير دو ما كارير. هذا الأمر جعلني أفعل كما لو نقول جعلني أجعل العلاج الأكثر إثارة. طبعا هاد في هادير لو فار فا أو باسي سامبل هادير لو فار فا أو باسي سامبل لو فار فا أو باسي سامبل لو فار فا أو باسي سامبل. ماذا نقول؟ جو في تو في il fit nos films vous fîtes ils firent. إذن هذا لو فيغ فار. إذن صوفي مو في فار لا كور لا بلو سبيكتاكولير دو ما كارير. على الصورة عندنا سوبغيطال ديليستاج كما لو نتكلم عن الانقطاع المفاجئ للرحلة في فار يعني أنه جعل يفعل الانفلوب جعل يفعل للبالون ان بون بون لو سيال جعل يفعل للبالون قفزة في السماء. المقصود بأنه جعله يقفز في السماء جعله يقفز في السماء. إذن هذا الانقطاع المفاجئ للرحلة جعل يفعل للبالون قفزة في السماء يعني أنه جعله يقفز في السماء. سوبغيطال ديليستاج في فار الانفلوب ان بون دون لو سيال. نختم مع جمونتخين أنا أتدرب place convenablement les numéros des vignettes de cette planche dans les tableaux. Place convenablement, يعني ضع بشكل مناسب les numéros, أرقام des vignettes, أرقام الصور de cette planche, أرقام صور هاد اللوحة dans les tableaux في الجدولين. عندنا هنا في الجداول المقصود في الجدولين. إذن كما تلاحظوا عندنا جدولين. الجدول الأول يدور حول لو تيب دو بلون كما لو نتكلم عن نوعية المشهد أو نوعية الرؤية. هل هذه الصورة تتضمن رؤية واسعة درجة اتساع المساحة أو الفضاء المتضمن في الصورة المتضمن في الصورة يعني الصورة واش تتضمن واحد المشهد لي واسع شاسع كبير أم أنها تتضمن مشهد صغير ذو مساحة صغيرة. إذن هذا هو المقصود بهذا لو تيب دو بلون. طبعا كلمة بلون كما ذكرنا أنها تعني أمور أخرى لكن في مجال التصوير سواء الفوتوغرافي المتعلق بالصور أو السينمائي المقصود تصوير الفيديوهات كلمة تيب دو بلون لها معنى آخر اللي هو هذا المعنى اللي تنتحدثوا عليه هنا. إذا نتكلم عن تيب دو بلون الذي يتضمن درجة اتساع الفضاء أو المساحة المتضمنة في الصورة. ونتحدث أيضا عن لو بوان دو في كما نتكلم عن زاوية الرؤية. هنا عندنا نقطة الرؤية هنا عندنا نقطة الرؤية كما لو أن هناك نقطة من خلالها ننظر إلى هذا المشهد. إذا نتكلم عن بوان دو في يعني ممكن أننا ننظر من الأسفل لشيء ما
أو ننظر من الأعلى. عندما نتكلم عن point of view في حالتنا هنا نتكلم عن هاد الوضعيتين. طبعا كما تنشوفوا في الحالة ديالنا هنا تنتكلموا على الوضعية اللي تيكون فيها المشهد مشاهد من الأعلى أو مشاهد من الأسفل. عاد تنشوفوا هاد المشهد واش متسع أم أنه منحصر في مشهد ضيق في مساحة ضيقة. إذا نتكلم عن نقطة الرؤية المقصود زاوية الرؤية، وهنا كما تلاحظوا بأننا ما تنتحدثوش على واحد الحالة أخرى، وهي عندما لا نكون لا في الأعلى ولا في الأسفل. عندما نكون في الواجهة، عندما نكون أمام الحدث، لا نحن في الأعلى ولا في الأسفل. عندما ننظر للمشهد لا من الأعلى ولا من الأسفل، ولكن ننظر إليه في الواجهة، يعني أننا نكون أمامه. هذه الحالة غير مذكورة هنا. طبعا نتكلم عن point of view، نتكلم عن plongée أو بيا contre plongée. plongée طبعا عندما ننظر للمشهد من الأعلى، contre plongée عندما ننظر للمشهد من الأسفل. ولكن بعد هذا ننظر إلى لو تيب دو بلون، ننظر إلى لو تيب دو بلون. طبعا زاوية النظرة حالة، اتساع النظرة حالة أخرى. إذا ممكن أنني أنظر إلى منظر ضيق وأنظر إليه من الأسفل أو من الأعلى، وممكن أنني أنظر إلى منظر متسع وأنظر إليه من الأعلى أو من الأسفل. يجب أن نفرق بين تيب دو بلون اي بوان دو في. يجب أن نفرق بين معنى الجدولين. إذا الصور التي أمامنا عندنا أربعة صور. إذا عندنا الصورة رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، ثم رقم أربعة. إذا المطلوب منا أن نضع أرقام هاد الصور فهاد الجدولين. إذا مثلا إذا أخذنا غو بلون، طبعا غو بلون نصور شيئا بحجم أكبر، هذا هو المقصود بغو بلون. طبعا هناك تخي غو بلون، طبعا هناك حالات أخرى. مثلا تخي غو بلون، مشهد نصوره بشكل أكبر من هذا، من هذا الذي عندنا هنا. إذا نتكلم هنا عن غو بلون، ما هي الصورة التي نصور فيها شيئا بحجم أكبر؟ إذا ما هي الصورة التي يصور فيها الشيء بشكل أكبر؟ إذا طبعا ليماج تخوا غوبريزونت لو غو بلون، إذا الصورة ثلاثة هي التي تمثل هاد المنظر المصور بشكل أكبر. أون فان متر لا فينيت تخوا، أون فان متر لا فينيت نيميرو تخوا، الصورة رقم ثلاثة. Après, on a le plan général. Le plan général. Quelles sont les vignettes qui représentent le plan général? Pour plan général, on va mettre 2 et 4. Olekin, la vignette numéro 1 représente le plan d'ensemble. Pour le plan d'ensemble, on met la vignette numéro 1. On met la vignette numéro 1. Pour le plan d'ensemble, on met la vignette numéro 1. Concernant le point de vue, pour plonger, on met la vignette numéro 1. Pour contre-plonger, on met la vignette numéro 2 et 4. Pour contre-plonger, on met la vignette numéro 2 et 4. نستأنف الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.